سلطة البوملي مع الجبن البيضاء بدها 8 أكواب خس مقطع، كوب ذرة، كوب فطر، نص حبة بوملي مقشرة ومقطعة، حبة جريب فروت مقشرة ومقطعة، بدنا كوبين جبنة بيضة مقطعة لمكعبات صغيرة، وبدنا نص كوب رمان، وعندنا للصلصة ربع كوب مايونيز وربع كوب لبن زبادي وربع كوب زيت زيتون، نص عصير ليمونة، معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة خل. بالضبط. هلا بنتا أنا عادة أي سلطة فيها مايونيز بكسر المايونيز باللبن، يعني هاي السلطة بتنعمل بس بالمايونيز. بس أنا دائما بخففه باللبن حتى نخفف من دسم السلطة نفسها. لأنه كتير بتكون حتى ملبطة زيادة وهيك لما تكون بس مايونيز. هلا رح أحط شوية لبن مع المايونيز اللي عندي. مش كتير بس إنه اكسروها حتى ما تكون كل كميتها. مرات في بتعرفي سلطات بيقولوا لك كوب مايونيز، فكتير بلاقيها يعني كتير. فلما بنكسرها باللبن بتضلها الدسامة موجودة وبنفس الوقت بتصير أخف. نحط عليها عصير الكمية ليمون. الكمية اللي عندنا إحنا اليوم ما بدها يعني. بالضبط. مش عاملة كتير. هاي عصير الليمون. زيت زيتون كتير بسيطة، بس هي يعني في مطعم مشهور فيها هون، فالناس عم بيدقوها يعني بهذا المطعم عم بطلبوها مني لهم فترة، فقلت خلاص لازم أعطيهم إياها لأنها كتير كتير بسيطة سهلة ما بدها إشي. هي حطينا الزيت، بدنا شوية خل، خل أبيض، نقطة ملح. هلأ بنقدر نحط لو بدنا رشة سكر لو بدنا، بس أنا مش رح أحط، رح أعملها زي ما هم بيعملوها، بس لو أنا بدي أعملها على طريقتي رح أحط سكر، بس رح أعملهم إياها زي ما بتتقدم. ليه بتحطي سكر؟ في مرات بعد السلطات بحس الخل والسكر معاها كيف زي الكولسلو. كولسلو بنحط لها سكر عادة، هيك بتعطيها هيك بالانس حلو بالسلطة بالطعم أو توازن. كتير منيحة، بس بدي أحط لها نقطة فلفل. رامي عم بسألني إذا بنقدر نكسر المايونيز بالحليب. ممكن رامي، بس جربها باللبن أسكى لأنه فيه حموضة فالطعم بتطلع أطيب. هلأ هي بس فيها خس كورقيات يعني ما فيها جرجير ما فيها شيء، فأنا رح أحطهم أخلطهم شوي مع الدريسينج. تعرفي خليني ألبس كفوفي لأني بحب أخلط في الإيد، هو أحسن عشان تشربها مزبوط. على علمك يا حبيبتي في واحدة تانية بولة زي هاي بالخزانة كبيرة. بشوف لك عبد الله معلش أنزل لتحت. لا ما في خلاص مش مشكلة، هاي منيحة. هلأ عادة أنا دايما أي دريسنج بحب أخلطه مع السلطة بالإيد بحسه بتوزع صح. وعشان ما ننزنق بالوقت بنفس الوقت خلينا نحمي الفرن للغاز عشان الطبخة الثانية، عشان نلحق كمان نعمل طبختنا الثانية. هيك تقريبا تمام، نيجيلها بعدين. هلا حتى بتعرفي خليني احط انا هاي، بحب هاي العين. انت تعقدتي هذيك المره لي انا بحب هاي العين. كلكم بعدين كلكم. مريحه مريحه ما بتفلم. مين بدك انقل عليها البطاطا ولا السيك؟ لسه مو هلا، خليهم بس بديها تكون حاميه عشان لما ننقلها على السريع. هلا بنوزع المايونيز واللبن كل الدريسنج مع بعض، وبدنا نرجع نضيف شويه خس حتى تكون الكميه ممتازه. يا حبيبة قلبي يا بنت في هذا الصحن البني أكيد بدي أحط فيه السلطة. لعيوني. تسلم لعيونك. يسلم حبيبتي. هلأ ليه حطيت الدريسنج بس على السلطة؟ لأني ما بدي إياها تخبي باقي المقادير اللي بدنا نحطهم ونوزعهم هلأ بالصحن. على الخس قصدك؟ سوري أنا شكيت على السلطة. على الخس، لأنه بدي يبين الدرة لما بحطها، الحمضيات لما بحطها ضلها مبينة. خلاص يعني بعدين تحس الخس انه اخذ الطعم فبيعطي على الباقي. انا عاده لما بحضر سلطات انا كثير بحب اعمل سلطات يعني كثير، فلما بحضر سلطات دائما بحاول انه القطع اللي فوق السلطه تضلها مبينه، ما بحب كلها تنغمر بالدريسنج. هيك كفايه بتوقع عشان يوسعوا باقي الاغراض اللي عندنا. خلينا نشيلهم ونقيم الكفوف ونكمل باقي الشغل. هلا بالنسبه للحمضيات اللي استعملتها هي بحطهم بس بوملي، بس برضو أنا جبت الجريب فروت اللي لونه أحمر كتير طيب طلع معاها، فشكله بين البوملي والجريب فروت. تقدروا تحطوا بردقان كمان لو بتحبوا بيطلع كتير طيب، ودائما هيك الكومبينيشن الإشي المالح والحلو والحامض مع بعض زاكي، فما تستغربوا إنه السلطة فيها فواكه وفيها خضار. يعني هلأ صاروا لي كتير في سلطات هيك، هاي من أذكى السلطات اللي أنا بدوقها ديما الصراحة عن جد.
يعني لا بقول لك كيف كل ما بروح الألوان. باكلها بقول يا الله شو بسيطة ليه بسألوني عنها كتير سهلة يعني بس يمكن هي الدريسنج إنك تجيب طعمة الدريسنج الصح هي اللي شوية بتكون صح حساسة عرفتي مزبوط هلا عندي جبنة بيضة بتقدروا تستعملوا أي نوع جبنة أنا في نوع بين الحلوم والنابلسية يعني لا هي بملوحة النابلسية ولا بحلاوة ولا بملوحة سوري الحلوم يعني تيجي هيك طرية شوي بس مش مالحة فبرضو إذا بتحبوا تسألوني عنها على صفحتي بقولكم شو نوعها مش فتة طبعا لا جبنة بيضة هي ما بتنعمل بفتة بتنعمل بجبنة بيضة نحط شوية مشروم هي هيك بالضبط مكوناتها مشروم ودرة وحمضيات وجبنة بس السر زي ما حكيت لكم بالدريسنج انكم تخلطوا شوية لبن مع المايونيز رح تطلع معكم كتير زاكية نحط الدرة والدرة كمان هيك طعمه حلو فبكسر هيك الطعم بيعطيكي كومبينيشن حلو بالسلطة هلأ هي صراحة ما فيهاش رمان بس أنا رح أحط رمان لأنه موسمه وزاكي مع البوملي ورح لون لي إياها أكتر بس هي تقدم بدون الرمان دائما بحس عن جد الألوان اللي بالصحن تفرق معاك كتير لما تطلب الإشي بالمحل أكيد 100% شايفة منرش لنا هيك رشة رمان بسيطة بتكون صارت سلطتنا جاهزة ونقدر ننقل على اللي بعده طيب شايفة بسيطة يعني مش سلطة معقدة بس النكهة كلها بالدريسنج زي ما حكينا تصير أصبح شوي إحنا طبعًا. نسيناهم طبعاً لا ما نسيناكم لا صراحة أنا عم بطلع صار لي من وقت بس عشان السلطة عن جد محمسة بدي أصبح على رندا ورويدة وأم زيد ومالك وهزار بصبح عليكم كلكم وتولين منصبح عليكي كمان أم عبد وديمة وخيرية ومنى وإيهاب وأم هارون صباح الخير عليكم جميعاً الله يسعد صباحكم جميعاً أوكي رح نقل السلطة يلا